أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بعمق العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما تتميز به من رسوخ وتنام استنادا على الروابط التاريخية المتأصلة والأسس المتينة من الاحترام والتعاون والتنسيق المتبادل والتي تعززها العلاقات الأخوية الوثيقة بين عاهل البلاد المفدى ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. نوهت معاليها لما تكتسبه العلاقات البحرينية الباكستانية من أهمية وبعد استراتيجي خاص تعكسها آثار مسيرة متواصلة من التعاون تمتد العقود، حيث تأثرت في مستوى رفيع منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين قبل ما يربو على 50 عاما، وانعكست على تعاون وثيق في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وغيرها. جاء ذلك خلال لقاء جمع معالي رئيسة مجلس النواب مع رئيس أركان الجيش الباكستاني في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار زيارة معاليها بمعية وفد من مجلس النواب إلى الجمهورية الباكستانية. قد جرى خلال اللقاء استعراض سبل الدعم النيابي للتعاون بين البلدين في كافة المجالات التنموية الشاملة ودور المجالس التشريعية والبرلمانات في تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب ومخاطره.